السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على التعليم بالتناوب اللي تكلم عليه الوزير السيد سعيد أمزازي في واحد الاستجواب، اللي قال بأنه التعليم بالتناوب هو مستقبل التعليم في المواسم الدراسية المقبلة إن شاء الله. إذا غادي نشوفوا هذه المسألة هذه في حالة تمديد حالة الطوارئ الصحية ببلادنا. دائما الفيديو برعاية قناة تربويات مع الأستاذ محمد البخاري، ابقوا معي. إذا أولا أترككم مع تصريح السيد الوزير سعيد أمزازي بهذا الخصوص. اليوم حنا نعيش واحد تطور الوضعية الوبائية، وهذا اليوم الحمد لله البلاد ديالنا تحكمت في هذا انتشار الوباء، ولكن ما قضيناش على الفيروس. ما كاينش اليوم دولة اللي قضت على الفيروس في مرة واحدة، لهذا حنايا مرغمين باش نعيشوا ونتعايشوا مع هذا الفيروس. لهذا اليوم عندنا واحد جوج ديال السيناريوهات. السيناريو الاول هو في ظل حاله الطوارئ الصحيه، اذا كانت السلطات العموميه اقرت بان هذا تمديد هذا الاطار ديال ماشي الحجر الصحي، ديال حاله الطوارئ الصحيه، لكن التمديد ديالو غادي نديروا واحد الدخول اللي ايضا غادي لابد من احترام هاد التدابير والاجراءات الوقائيه اللي هي التباعد الجسدي الى اخره. وهنا نعمل على تهيئ واحد العدد ديال المضامين الرقميه بالنسبه للدوره الخريفيه، باش يكون واحد التدريس بالتناوب حضوري وعن بعد. وان شاء الله لا تم رفع النهائي لحاله الطوارئ الصحيه، غادي يكون دخول عادي. وحنا ان شاء الله كننتظروا مليون ديال التلاميذ والطلبه والمتدربين جدد اللي غيولجوا للمنظومه التربيه والتكوين والبحث العلمي ابتداء من شهر سبتمبر. 650 الف بالنسبه للابتدائي، تقريبا 250 الف بالنسبه للعالي، و150 الف بالنسبه للتكوين المهني. هذا ايضا في حد ذاته واحد التحدي كبير. لهذا الحمد لله الحكومه معبأه باش توفر لنا الموارد البشريه، باش توفر لنا واحد الميزانيه اللي يمكننا ايضا نتموا المشاريع ديالنا ديال الاحداثات، ديال التوسيع، ديال اعاده تاهيل ديال المرافق، ويمكننا نصادفوا في احسن الظروف هذا التلاميذ والطلبه. اذا لدينا مجموعه من النقط التي يمكننا استخلاصها انطلاقا من تصريح الوزير. اولا قال بانه لم نقضي نهائيا على الفيروس، لهذا نحن مرغمون على التعايش معه. يعني هنا كيقول الوزير في هذه النقطه بانه الفيروس لحد الساعه باقي ما قضيناش عليه نهائيا، لذلك احنا مرغمون وضروري علينا اننا نتعايشوا مع هذا المرض، وذلك بالالتزام بالشروط الوقائيه والاحترازيه. النقطه الثانيه، الوزاره وضعت سيناريوهين اثنين حسب قول الوزير. اولهما في حاله تمديد حاله الطوارئ الصحيه، ستكون الوزاره ملزمه بتفعيل اجراءات التباعد الجسدي والعمل على تهيئ عدد كبير من المضامين الرقميه للتدريس بالتناوب، اي الحضوري وعن بعد. اذا في الحاله ديال التمديد ديال حاله الطوارئ، الوزاره غادي تكون ملزمه انها تفعل مجموعه من الاجراءات، اولها التباعد الجسدي بين التلاميذ والتلميذات، العمل على تهيئ عدد كبير من المضامين الرقميه للتدريس بالتناوب الحضوري وعن بعد. يعني في الحاله ديال انه مددنا حاله الطوارئ الصحيه في المغرب، يعني الدخول المدرسي ما غيكونش بالطريقه العاديه، يعني ممكن تكون فترات ديال التعليم الحضوري وفترات اخرى ديال التعليم عن بعد. فهم. والسيناريو الثاني، في حاله عدم تمديد حاله الطوارئ الصحيه، سيكون الدخول المدرسي عادي جدا حسب قول الوزير، وغادي يهتموا بالدخول ديال واحد العدد كبير ديال التلاميذ، سواء في التعليم الاساسي الابتدائي والاعدادي والثانوي، او لا في التعليم العالي الجامعي والتكوين المهني. اذا هادشي اللي عندي في هذا الفيديو. في الاخير شكرا لكم على المتابعه. قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري تشكركم على الدعم والمسانده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.